ناخذ عبد الله من تبوك، تفضل اخي عبد الله. عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيكم العافية. سلام. تفضل سؤالك. جزاكم خير. تفضل. عندي سؤال لو سمحت. ارفع صوتك شوي عبد الله، تفضل. عندي سؤال. نعم. ما حكم من يحج على حساب غيره وعليه دين؟ طيب شكرا. لا بأس، إذا تكفل غيرك بنفقتك في الحج فحج، وأما إذا لم تجد من يتكفلك فليس عليك حج ما دام عليك دين ولا تستطيع سداده حتى تسدد الدين. نعم.